السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. البنات اللي هتبقى مستغربة صوتي، انا عندي برد، ف يعني معظم الفيديوهات اللي هتنزل هتلاقوني بنفس الصوت ده، لان انا صوتي ضايع تماما. وطبعا في فيديوهات كتير انا عاملاها وكده، فبحاول ان انا اخلصها لكم ورا بعض بحيث ان انا افيد بنات اكتر وكده، لان في فيديوهات كتير انا متأخرة عليها وانتوا طالبينها مني. الفيديو النهاردة هتكلم فيه عن كريم الاساس بتاع ماك. عايزة اقول لكم يعني لازم يكون عندك. بصي، هو انا من الناس اللي جربت كريمات اساس كتير، بس اغلبها دراج ستور، يعني سعرها مش غالي قوي، سعرها في اللي هو المتوسط، اللي هو سعرها دلوقتي علشان تجيبيها مثلا من اي تاجر على الفيسبوك هيبقى في حدود 300 جنيه. كان الاول الحاجات اللي هي الدراج ستور دي سعرها مثلا اقل من كده شويه يعني، وكان في حاجات سعرها 120 جنيه و180 جنيه وحاجات كده. دلوقتي الاسعار اللي كانت كده الاول بقت دلوقتي 300 علشان تجيبي كريم اساس عادي يعني وكده. فيها بقى الحاجات اللي هي الهاي اند، اللي هي بقى بتبدأ من 700 و800 فيما فوق. فكريم اساس ماك اللي انتوا شايفينه ده انا كنت جايباه يمكن من سنة، وكنت كان قبل لسه ما سعر الدولار يزيد وكده، فكان ما كنتش جايباه غالي قوي، كان تقريبا ب450 حاجه زي كده. دلوقتي طبعا عشان تجيبيه هو يمكن سعره عالي شويه، يمكن 700 وانتي طالعه يعني 750 حاجه كده دلوقتي، للاسف، لان هو المشكله في الدولار طبعا والجنيه ميت جنبه. لكن الكريم الاساس ده بتاع مناسبات يعني، ده ما تجيبهوش كده عشان تخرجي بيه، وما ينفعش اصلا استخدام يومي. ده اسمه استوديو فيكس. في نوع تاني اسمه برو لونج وير، نفس الشكل كده بس حاجة تانية خالص، لكن ده للبشرة اللي هي الصفراء او البشرة اللي هي العربية بتاعتنا. اغلب البشرات بتاعتنا بيليق عليها اللي هو استوديو فيكس ده، للأسف يعني ينفع للبشرة شوية اللي هي الدهنية، ما ينفعش للجافة شوية لانه يعني ناشف قوي. من افضل كريمات الاساس اللي ممكن تجيبيها. طبعا هو فيه واقي من الشمس بس مش بيعمل فلاش باك، يعني لما تيجي تتصوري مثلا بفلاش وكده ميبقاش وشك افتح من الرقبه. عايز اقولك ان هو حلو جدا، بس دلوقتي طبعا طلع حاجات تانية احدث منه وكده. انا ما جبتش الحاجات الهاي اند دي وكده، لان انا مناسبات يعني مش عندي كتير، فانا كنت جايبه ماك ده للمناسبات. وبصراحه من اجمل كريمات الاساس اللي انا جربتها، واكيد هتلاقي فيه الدرجه بتاعتك، يعني هو درجاته كتير جدا، فدوري على الدرجة بتاعتك وهاتيه. وبعد كده لما تلاقي الدرجة بتاعتك في ماك هتعرفي بعد كده ان انت تجيبي درجتك في اي كريم اساس تاني. انصحكم جدا جدا بيه، تقدري ان انت تحطي كذا طبقة وبيداري فعلا اي بقع في البشرة او عندك مثلا اي حاجة بيداريها فعلا، وثابت جدا. جربته كنت مسافرة ورجعت، فعلا ثابت جدا ما بيتحركش من مكانه. العيب الوحيد بس اللي فيه اللي هو مفهوش بامب من فوق للأسف، يعني انا متأكدة ان هو هقدر مني كتير قوي، لان مش هعرف اطلع كل الكميه اللي موجوده فيه، فدي مشكلته. هو موجود له بامب على السايت بتاعهم، بس طبعا سعره غالي جدا. فبرو لونج وير لا، هو فيه بامب، ده مفهوش، فده من احد بس عيوبه، لكن غير كده هو ممتاز جدا وينفع بقى للمناسبات والعرايس وكده. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.